هذه الأمسية، ونحن في أولى الفقرات في جانب من الجوانب المهمة. بيت الشعر بالخرطوم إذا أسس في عام 2016 أو خواتيم العام 2016 بمنحة من صاحب السمو الشيخ الدكتور السلطان القاسمي حاكم الشارقة، ولبيت الشعر أدوار مختلفة تجاه الشعر وأيضا يعني النقد والدراسات النقدية والثقافة والفنون. والشعر في السودان هو غزير من ناحية الإنتاج، هذا الأمر على سبيل الماضي أو الحاضر، لكن يعني بالمقابل الدراسات النقدية بتحتاج لمزيد من المجهودات. وهذا الحديث يقودنا للحديث فيما يخص ملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني في دورته الخامسة. نسعد أن يكون معنا الأستاذ محمد آدم بركة، الكاتب الصحفي والشاعر وأيضا مدير الإعلام والعلاقات العامة والمراسم لبيت الشعر بالخرطوم ومقرر اللجنة الإدارية لملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني. مساء الخير. مساء الخير عليك مصطفى، مساء الخير عليك كل المشاهدين، مساء الخير عليك مهاد. اهلا بك يا استاذ ومنورنا طبعا ملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني في دورته الخامسه. يعني حدثنا عن الملتقى وعن التجهيزات التي يعني ستقام لحلول هذه الدوره. فيما يخص الملتقى والترتيبات، اكملنا كل المراحل الاداريه التي تتعلق بحصر الاوراق ومطابقتها مع الشروط المطروحه من خلال المحاور، إضافة إلى مجريات أعمال لجنة التحكيم التي تستغرق حوالي يعني شهرين من خلال القراءة والاطلاع على الأوراق وتقييمها واختيار ما جاء متطابقا ومستوفيا للشروط المطروحة. فكل هذه الجوانب اكتملت إلى جانب أمر الترتيب للانطلاق في 9 و10 من أكتوبر الجاري بقاعة الشارقة من خلال يومين حافلين بالدراسات والبحوث في نقد الشعر السوداني بمشاركة عدد مهول من الأكاديميين والباحثين، وهنالك أيضا إشراكات وأسماء جديدة من الشباب الذين يعني ولجوا إلى هذا الجانب في جانب النقد. هنالك شعراء وكتاب لهم إسهامات تطورت من خلال ملتقيات ويرش نقيمها في بيت الشعر. الآن يعني نستطيع أن نقول هنالك نقاد جدد برؤى جديدة ومختلفة من خلال هذا الملتقى، وهذه هي الرؤية التي نعمل عليها في بيت الشعر من خلال الملتقيات والفعاليات الأخرى التي نقيمها. بتتفق معي أنه نحن عندنا شعر غزير وكثير على سبيل الماضي وحتى على ما يخص الحاضر، لكن بالمقابل أنه بنحتاج لمزيد من المجهودات فيما يخص الدراسات النقدية. نعم نعم، هذا هو واقع. يعني منذ تأسيس بيت الشعر في الخرطوم كانت الرؤية حول جوانب النقد والقصور في هذا الجانب. هنالك إنتاج شعر غزير جدا لتجارب ومدارس وأجيال مختلفة، قدموا ما قدموا من عطاء، ولكن قاب عنها جانب النقد فيما يخص التمحيص والتفحيص حول عوالم المكتوب من المنتوج الإبداعي والشعر بخاصة. يعني فمنذ سنوات ظللنا يعني نعاني من شح الأقلام النقدية في هذا الجانب، ويعني رغم وجود أسماء كبيرة لها أثرها ولها تجاربها وإسهامها أيضا في هذا المجال، ولكن ظل المشهد الثقافي يعاني يعني شح حركة النقد. لذلك عملنا على أن يعني نسد هذه الفجوة من خلال العمل الدؤوب في بين فترة أخرى. يعني بدأ الملتقى بورش صغيرة كانت تكون كصوالين أدبية يجتمع من حولها النقاد والشعراء الشباب والأجيال التي سبقتهم للمدارسة في أمر النقد، ويعني النقاش حول مجريات التراكم الإبداعي الذي يعني قدم في المشهد. تمخض عن هذا أن يكون هنالك ملتقى جامع يعنى بنقد الشعر السوداني. هذا الملتقى استمر يعني لدورات، هذه هي الدورة الخامسة. يعني الإسهام الذي قدم يعد إسهام يعني وافر جدا، لم يكن بالشكل المطلوب، ولكنه يعني استطاع أن يضع يعني الكثير من الرعاة على ما قدم من إنتاج شعري لأسماء وتجارب مختلفة. يعني
جميل. يعني من 2016 نحن مشينا معك في رحلة تتعلق بالماضي وأيضا يعني أحلامكم والفلسفة التي من أجلها أنشئ الملتقى. نحن هنتابع محطة من الكنترول بعد إذنك ونرجع نتواصل معك وأيضا معكم مشاهدين. بيت الشعراء بالخرطوم. ملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني، الدورة الخامسة. نقد الشعر السوداني مسارات وآفاق. شخصية الملتقى الأديب الناقد الدكتور عبد بدوي، وتقدم في الملتقى عدد من الأوراق العلمية. ملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني. المكان قاعة الشارقة بالخرطوم. الزمان 9 و10 من أكتوبر للعام 2022 للميلاد، الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء. ملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني الدورة الخامسة، الشعر السوداني مسارات وآفاق، والدعوة عامة. إذن متابعينا، ملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني هو يعني بارقة أمل تلوح بميلاد نقاد جدد. أستاذ محمد، تعرفنا على الزمان وأيضا المكان وأيضا حدثنا عن الشخصية القادمة من العراق. طيب، يعني الملتقى يفرد المحاور لمشاركة النقاد من السودان ومن الوطن العربي ودول العالم المختلفة. يعني يعني وردتنا مشاركات عديدة في هذه الدورة تحديدا، هنالك أوراق قدمت من مصر وأوراق قدمت من العراق وغيرها من الدول. يعني ما أجازته اللجنة العلمية في هذه الدورة بحث لأحد النقاد من العراق، بروفيسور سعيد درجس. شاركنا في هذا الملتقى بورقة نقدية حول الشعر السوداني، يتناول من خلالها يعني المشروع الذي عكف عليه محمد عبد الباري. محمد عبد الباري هو من الأسماء الشعرية التي لمعت في الوطن العربي وقدم ما قدم من إسهامات من خلال مشاركات عدة له إصدارات، آخرها ديوان صدر قبل أيام قليلة في عن دار صوفيا بالكويت، وهنالك أيضا طبعة سودانية لهذا الديوان من دار الأجنحة للطباعة والنشر والتوزيع. ستحتفي به الدار في مقبل الأيام بإذن الله بحضور الشاعر محمد عبد الباري. فأن يسلط ناقد عراقي أو ناقد من خارج السودان الضوء على تجربة من تجارب الأسماء الشعرية التي عرفت وقدمت أطاها في الوطن العربي، هذا يعود بالفائدة الكبرى للمنتوج الإبداعي السوداني بشكل أو آخر. يعني كل ملتقى أو كل عام يكرم الملتقى عدد من الرموز بالداخل والخارج، يعني هذه المرة سيكرم الناقد والأكاديمي المصري عبدو بدوي دلالات يعني التكريم في السنوات الماضية وأيضا هذا العام. لأن الملتقى يهتم بالنقد، يعني فكرنا أن نسلط الضوء بالاهتمام على الأسماء التي يعني لها إسهام كبير في درس النقد، خاصة في الشعر السوداني، إن كانوا أكاديميين أو نقاد مبدعين لهم تجاربهم وإسهاماتهم بالمؤلفات وبالأوراق العلمية والأطروحات الأدبية وغيرها. يعني ابتدرنا هذا الجانب من الدورة الأولى، كرمنا بعض الأسماء من خلال الاحتفاء بمسيرتهم وتجاربهم. هنالك أوراق تخصص في أولى جلسات الملتقى حول شخصية الملتقى، تتناول سيرته، إسهاماته ودراسات حول ما قدم من منتوج إبداعي وأدبي. كرمنا في هذا الملتقى من قبل عز الدين الأمين، وهو من النقاد الكبار المعروفين في السودان والأكاديميين في مجال الأدب بشكل أو آخر. تكريمه جاء في ميقاته قبل رحيله يعني بحوالي 3 أشهر أو أقل، فكانت هذه آخر فعالية له أن يكرم في ملتقى كحازة. درجنا أن نكرم شخصية سودانية وشخصية
من الوطن العربي يكون لها إسهام في الجانب السوداني، خاصة من خلال التدريس في الجامعات السودانية. فقبل أعوام أيضا تم التكريم للناقد المصري أحمد الفضلي شبلول، حضر وشارك من خلال دورات الملتقى بورقة علمية كانت محكمة تناولت جزء مهم من نقد الشعر السوداني. في هذه الدورة سيكون التكريم أيضا لعبدو بدوي، دكتور عبدو بدوي، هو من الأسماء التي يعني عملت في الجامعات السودانية ولها رصيد حافل جدا من الأطاع النقدي، وهو محب في المقام الأول للسودان، عاش لفترات طويلة جدا. فالتكريم وجد ترحيب وحفاوة كبيرة جدا وسط أسرته في القاهرة، كانوا سيكونوا حضور معنا لولا الظروف التي نعلمها تمر بالبلاد وما إلى ذلك. أيضا ألف قصائد فيما يخص حبه. نعم نعم نعم، له قصائد في حب السودان. يعني من الأسماء المدرجة أن نحتفي بها في الملتقيات، اخترنا هذه الشخصية وفاء وإجلالا لما قدم من أطاء في هذا الجانب تحديدا. شخصيات عظيمة أستاذ محمد، يعني تستحق التكريم حقيقة. يعني دعنا نذهب إلى قلب الملتقى، يعني منهجية الملتقى وكيفية اختيار البحوث، وأيضا لماذا نقد الشعر السوداني الفصيح دون الشعر العربي. تمام، منهجية الملتقى يعني في كل عام بعد ختام الملتقى مباشرة تعكف اللجنة الإدارية على الاطلاع على التقرير الختامي الذي يعني تقدمه اللجنة العلمية في ختام الملتقى، تستنبط من خلالها المحاور التي تطرح للملتقى المقبل. المحاور تطرح بوقت كافية يعني يتراوح ما بين 3 إلى 4 أو 5 شهور لعملية الاستكتاب. تطرح هذه المحاور وتعلن على الأسافير والصحف والأجهزة الإعلامية بشكل أو آخر بمدى زمني يعني نظن أنه مقدر جدا، ويمكن النقاد والباحثين من الكتابة في المحاور المطروحة. ترد الأعمال المشاركة في الدورة على البريد المخصص للملتقى، تعكف عليها اللجنة الإدارية بالاطلاع على جوانب استيفاء الشروط العامة بالمنهجية من خلال عدد الكلمات إضافة إلى الروع المطروحة في المحاور، من ثم تحيل كل الأوراق هذه إلى اللجنة العلمية المتخصصة. اللجنة العلمية تعكف عليها في قراءات متعددة، تصنف في البداية مسارات الأوراق وإلى أي مدى استوفت المعايير والمنهجية المرتبطة بكتابة البحث العلمي بشكل أو آخر، من ثم تختار ما يمكن أن يقدم في الملتقى. جميل. نعلن عن الأوراق المقدمة، يتم التواصل مع الباحثين والنقاد المشاركين، من ثم تجتمع اللجنة العلمية والإدارية في اجتماع هو اجتماع اللجنة العليا، نحدد ميقات انعقاد الملتقى إن كان في زمانه المعتاد في أكتوبر أو مطلع أكتوبر من كل عام، أو كانت المجريات تتطلب أن نمدد في الوقت قليلا أو ما إلى ذلك. أيضا هنالك بعض الأوراق تحتاج إلى جوانب إضافات وشروحات إضافية من خلال تقييم لجنة التحكيم، تعاد هذه الأوراق إلى الباحثين، يجري عليها الملاحظات المشار إليها من قبل اللجنة العلمية، من ثم تعود للجنة الإدارية، وعبر اللجنة الإدارية تصل للجنة العلمية، من ثم تعتمد أن تقدم في جدول أعمال الملتقى. هذه هي المنهجية المتبعة كل عام ظللنا نعمل عليها، وهي يعني تعد ضمن الرعى والمنهجيات المتبعة في المسابقات وفي الملتقيات في الوطن العربي وغيرها من الأقطار في العالم. جميل، يعني من ضمن محاور هذه النسخة السيمائية وأيضا الأنساق الثقافية، لماذا هذين المحورين؟ هذين المحورين يعني طرحوا في الدورات الماضية، ولكن لم ترد إلينا يعني أوراق وبحوث كافية قدمت في الملتقيات السابقة تتناول هذا المحور، فجددنا أن تطرح هذه المحاور مرة أخرى ومرة ثانية لي يعني نجد من يتناول هذا الجانب. وفي هذه الدورة جاء تركيز النقاط بشكل وفير جدا في جانب الأنساق الثقافية، وفي أيضا جانب السيميائية في جانب المكان والسيميائية في أطرها المختلفة بشكل أو آخر. يعني فجاء التركيز بفائدة أن وصلتنا أوراق يعني ناقشت وتناولت هذا الجانب، ولعل هذه هي محمدة وهي الرؤى التي تعمل وتصير عليها اللجنة العلمية واللجنة الإدارية في أن يعني نناقش ما لم يناقش في الملتقيات السابقة،
نضيف الجديد الذي يطرح من خلال مشاركات الجمهور والمثقفين الذين يحضرون الملتقى بملاحظات تضمن في توصيات والتقرير الختامي للجنة العلمية. فهذه هي يعني منهجية ظلت تعمل عليها اللجنة العلمية. لهذا جاءت الأنساق الثقافية من خلال الأوراق التي قدمت في هذا المجال. كلام جميل جدا أستاذ محمد. حدثنا عن عدد البحوث لهذا العام في الدورة الخامسة، وأيضا يعني المعيار الذي يتم من خلاله اختيار البحوث التي ستعرض. طيب، الملتقى وصلت إليه يعني ما يقارب 22 بحث علمي، يعني منذ إعلان طرح المحاور حتى قفل باب التقديم في أغسطس من هذا العام. يعني 22 ورقة علمية في ملتقى يونا بالنقد، يعني هذا يكرس أن هنالك اهتمام ملحوظ جدا ومتسارع ومتزايد أيضا في اهتمام النقاد والباحثين بعملية النقد. أجازت اللجنة العلمية حوالي 11 ورقة علمية، إضافة لورقتين صنفت كمحاضرات تقدم في الملتقى، فهي 17 أو 13 بحث سيقدم في هذا الملتقى يتناقش حول 5 محاور من المحاور التي أجيزت بشكل أو آخر، منها السيميائية والأنساق الثقافية في هذا الملتقى. فمنهجية اختيار الأوراق، يعني إن كانت هنالك أوراق غير مستوفية للشروط المطروحة وما إلى ذلك، اللجنة العلمية لها أن تنظر في استبعادها أو إرجاعها للتعديل وما إلى ذلك. فمن هذا الباب جاء تناول ما اخترناه للملتقى في دورته الخامسة، 13 أو 13 ورقة، وهي رصيد كبير جدا ومهول يعد إسهام يعني يضيف للمكتبة السودانية ولحركة البحث والنقد في السودان. إسهاماتكم مقدرة، نقد الشعر السوداني آفاق ومسارات، وهذا هو شعار النسخة الخامسة. حنتكلم عن هذا الشعار ولكن بنهدي لك اللحن القادم ولكم أيضا مشاهدينا. Thank you.
من جديد متابعينا، وتحايانا أكيد للرائعة أسرار بابكر، وما زلنا مع ملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني ومع الأستاذ محمد. حدثنا عن شعار هذه الدورة، كل دورة تحمل يعني شعار مختلف، هذه الدورة في شعار اتخذت هذه الدورة شعار من الشعارات التي اشتغل عليها الملتقى، وهو نقد الشعر السوداني مسارات وآفاق. المسارات تبحث في يعني اتجاهات القصيدة السودانية الفصحى، وأيضا التجديد من خلال تحليق القصيدة السودانية في الآفاق المختلفة، ولعل التطور في الشعر السوداني ظل يعني يمضي إلى اتجاهات متميزة ومغايرة من خلال حركة المواكبة
للشعر في الوطن العربي بشكل أو آخر يعني. لذا اتخذنا أن نتناول في هذا العام الاتجاهات والمسارات في نقد الشعر السوداني يعني لنسلط الضوء على هذا الجانب. يعني هنالك يعني اشتغال مهول على القصيدة التفعيلة وأيضا على جانب الحداثة وغيرها من الأشكال التي تعنى بكتابة الشعر. شكرا للأستاذ محمد آدم بركة مقرر اللجنة الإدارية لمنطقة الخرطوم لنقد الشعر السوداني، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات وأيضا الإفادات، وتحياتنا عبرك للقائمين على أمر بيت الشعر بالخرطوم الدكتور الصديق وعمر الصديق، وأيضا يعني القائمين على أمر الملتقى، وتحياتنا للدكتور مصطفى الصاوي. بعد الفاصل نتواصل في فقرات مساء الخميس.